الدستور أبرزت موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، وده مقدم من الحكومة وبيعمل على تقنين أوضاع شركتي النقل الذكي. المجلس كمان أقر الموافقة على اقتراح بأن تكون مدة الترخيص للشركات العاملة في نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا 5 سنوات وقيمة رسوم الرخصة بمبلغ 30 مليون جنيه، ويمكن سددها على دفعات طوال مدة الترخيص.